أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الأولى من برنامجكم من الطبيعة. خلال البرنامج هنناقش مجموعة من القضايا وهنتكلم عن أشياء كتير جدا هتساهم في إنها يعني تحيي فينا الصحة وتجدد الصحة من جديد. للأسف كتير مننا دلوقتي ابتعد عن المنتجات الطبيعية، ابتدى ان هو يستخدم المنتجات اللي بيبقى فيها نسب كتير من المكونات الكيميائية اللي بتضرنا بشكل كبير جدا. افتقدنا الحاجات الطبيعية اللي كنا بناخدها زمان، اللي كان أجدادنا دايما متعودين عليها. بنلاقي دلوقتي البيت المصري يفتقد استخدام بعض الحاجات الطبيعية. يعني نلاقي دلوقتي ان المشروبات السائدة هي المشروبات اللي كتير مليانة كافيين، بنلاقي ان الشباب دايما بتعتمد عليها، لكن فين الزنجبيل، فين القرفة، فين الحلبة، فين الحاجات اللي فعلا بتفيد جسم الانسان؟ للأسف كلنا دلوقتي ابتعدنا عنها. علشان كده خلال البرنامج ده هنبتدي ان احنا نرجع للطبيعة من اول وجديد، ونحاول ان احنا ننقب في الطبيعة عن اسرار العديد من النعم اللي ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بها. وطبعا رسولنا الكريم يعني كما ذكر في العصر الحديث عن الطب النبوي، والطب النبوي ده هو مجموعة النصائح اللي ابتدى الرسول صلى الله عليه وسلم يوجهها لينا من خلال أحاديثه الشريفة، زي إن هو اتكلم عن الحبة السوداء، اتكلم عن العسل، اتكلم عن حاجات كتير جدا لما قال شفاء أمتي في ثلاث، وذكر من الثلاثة أشياء شربة العسل. عشان كده خلال البرنامج هنبتدي إن احنا نتكلم عن العديد من النعم اللي أنعم عليها ربنا سبحانه وتعالى، وهنحاول إن احنا نعرف الفايدة بتاعتها وإزاي نستخدمها، وإزاي إن احنا نعوض الحاجات اللي فيها حاجات كيميائية أو مواد حافظة بتضر جسمنا، لأن احنا نرجع للطبيعة من أول وجديد ونبتدي إن احنا نستخدم النعم دي. خلال حياتنا النهاردة برضو هنبتدي نتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة والمثارة مؤخرا، على مش بس على الساحة المصرية أو العربية، لكن على الساحة الدولية، وهو سؤال بنسأله لنفسنا كل يوم: يا ترى نبتدي إن إحنا نرتفع بالمناعة بتاعتنا إزاي؟ وده اللي إحنا هنبتدي إن إحنا نتكلم عنه في حلقة النهاردة، وهيكون موضوع الحلقة: كيف يمكن أن نرفع المناعة، سواء كان عند الأطفال أو عند الشباب والمراهقين أو عند كبار السن، خاصة في ظل الأزمة اللي احنا بنعيش فيها دلوقتي والجائحة اللي بتجتاح العالم من فيروس كورونا. لحد دلوقتي لسه العلماء لم يتوصلوا إلى دواء أو مصل محدد، لكن أنا بقول من وجهة نظري إن إحنا لو رجعنا للطبيعة أكيد هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى زي ما بيخلق الداء دايما بيخلق معاه الدواء والحل، إن إحنا نرجع للطبيعة. هيكون معانا في مداخلة هاتفية الدكتور ياسر شكوير، وهو استشاري المناعة، اللي هيبتدي يكلمنا عن إزاي نرفع المناعة. المداخلة جاهزة؟ يلا دلوقتي معانا دكتور ياسر شكوير. دكتور أهلا وسهلا. اهلا اهلا بك استاذ الرحمن، ازيك حبيبي؟ الحمد لله. قول لي يا دكتور، ازاي نبتدي ان احنا نرتقي دلوقتي بمناعتنا في ظل الجائحه اللي احنا بنعيش فيها، جائحه كورونا، خاصه ان احنا يعني كتير مننا مش بيعتمد على الحاجات الطبيعيه في غذائه، فبنلاقي دايما في شويه انيميا، في شويه ضعف في المناعه، ازاي نحل المشكله دي؟ هو طبعا مهم جدا ان احنا نهتم بالغذاء ك يعني عمود رئيسي من أعمدة المناعة، والغذاء الطبيعي على وجه الخصوص، الطبيعي اللي ما معلهوش اي اضافات ولا اي كيماويات ولا يكون مصنع وبروسيس كتير وداخل في عمليات صناعية وكيماوية كتير. واحنا كلنا عارفين ان رقم واحد من الأغذية اللي هي بتبقى سبحان الله العظيم سبب في رفع كل خطوط المناعة العسل النحل الطبيعي، اللي هو مش يعني مش متضاف عليه أي إضافات، ويكون بيور طبعا وأورجانيك، وتكون الأمور فيه مطمنين لها. وده الأسباب كتير، يعني احنا عارفين إن عسل النحل بيكون بفضل الله سبحانه وتعالى مليان بمضادات الأكسدة، ومضادات الأكسدة دي من أهميتها إن هي بتبقى مضادة للالتهابات،
والالتهابات دي بتبقى حاجة مرضية بتحصل بشكل مشترك في معظم الأمراض الحادة والمزمنة، وبتبقى سبب في إن المرض طبعا لو زادت يسوء بشكل خطير. لو كانت الالتهابات دي التهابات غير صحية، التهابات مزمنة أو التهابات أوفر اللي هو بيسموها السيتوكاين ستورم، أو إن المناعة جديدة، أو يعني بتبقى بشكل تفاعل يعمل بعض الكولاترال دامج أو المشاكل في أنسجة الجسم نفسه، وده بيبقى جزء من الأمراض الحادة زي مرض الكوفيد أو أمراض المناعة الذاتية طيب المشهورة جدا. دكتور ياسر، طبعا رسولنا الكريم قال شفاء أمتي فيه ثلاث: شربة عسل وكية نار وشرطة محجم، فهو ذكر العسل. وطبعا حضرتك دلوقتي بتؤكد على الفوائد العلمية لنعمة العسل اللي أنعم ربنا سبحانه وتعالى بيها علينا. عايزين نعرف برضو، في أنواع كتير دلوقتي من العسل متواجدة في الأسواق، يعني بتباع، ف نميز كده وننصح السادة المشاهدين نستخدم أي نوع للأطفال، للمراهقين، لكبار السن؟ عايزين نعرف أكتر عن الجزئية دي. هو زي ما قلت لحضرتك قبل كده برضو في اللقاء السابق، ان العسل النحل ده في حد ذاته لو هو نقي وطبيعي لوحده كفايه. الانواع دي كانك بالظبط انت بتقدم طبق سلطه. انا بحاول اقرب الصوره للمشاهدين والمستمعين، ان بيبقى فيها فوائد مختلفه علشان يبقى عندنا مضادات اكسده مختلفه، يبقى احنا بنزود المجال لمحاربة الأمراض والفيروسات والبكتيريا والفطريات ورفع مناعة الجسم وقدرة الأنسجة على الالتئام، يبقى عندنا مجموعة خالص. في طبعا أنواع كتير، في عسل حبة البركة، في عسل الفدر، في عسل المانوكا، في عسل التوبيلو، في يعني أنواع كتير. في بعض الخصائص بتبقى إضافية مع كل نوع، يعني مثلا بيتقال علميا ان في نوع اسمه التوبيل، وده بيبقى سبحان الله بيبقى مفيد لمريض السكر، يعني بيبقى سبب في تظبيط سكره، بيبقى سبب في يعني في فايده كبيره جدا، ان بيخلي عمليه الايض او تناول الجسم للسكر بيبقى في الاتجاه الصحيح، سبحان الله العظيم. مع ان طبعا كل الناس عارفه ان اي حاجه مسكره بيتخاف عليها من مريض السكر، سبحان الله العظيم. مثلا العسل المانوكا ده بيكون فيه مغذيات كتير جدا وبينصح بيه علشان رفع المناعة، وهكذا. وطبعا بيبقى فيه بقى بيختلف المذاق، فأعتقد إن معظم الأطفال علشان يستخدموه كمحلي طبيعي بديل للسكر الأبيض اللي أنا ما بنصحش بيه أي حد خالص كوسيلة تحلية، يا ريت يا أستاذ عبد الرحمن من خلال المنبر بتاعك توصي الناس ان هي تستخدم العسل النحل كمحل طبيعي بديل للسكر الابيض اللي هو سبب في كل المشاكل المزمنه تقريبا، وسبب في انه بيهد المناعه لانه بيعمل حاجه اسمها مقاومه خلايا الجسم للانسولين طيب يا ومرحله دكتور، ما قبل السكر. واحنا دلوقتي بنتكلم برضو عن السكر، جالي استفسار على صفحتنا على الفيسبوك بيقول: هل فعلا التحليه بالسكر الطبيعي بيوقف المناعه لعدد ساعات؟ بص يا حبيبي، السكر الطبيعي تقصد بيه السكر الابيض اللي احنا بنحل بيه كلنا، صح كده؟ لا، السكر الابيض ده طبعا بيقلل المناعه بطرق مختلفه، بيقلل يعني كميه وقدره الخلايا الاكوله اللي بتاكل البكتيريا، بيعمل حاله التهاب في الجسم. يعني شوف، العسل النحل مضاد للالتهاب، السكر الابيض بيبقى سبب للالتهاب العام في الجسم كله. السكر الابيض طبعا بيعمل حاجه اسمها مقاومه الخلايا للانسولين، ودي بتحرم الجسم، بتخلي الخلايا بتاعت الجسم كلها عايشة في حالة مجاعة من المغذيات والبروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية. أنا مش عايز أقول لك لو حاجة واحدة هتعملها علشان تبقى سبب في الحفاظ على المناعة، امنع السكر الأبيض، لأن احنا بنستخدمه وده حاجة صناعية ما هياش طبيعية. عايز اقول لحضرتك بس يعني ملحوظه صغيره، لو اتفضل. هتستخدم عسل النحل كمحل طبيعي بديل للسكر، يا ريت يكون على البارد، ان انت لو استخدمته على حاجه سخنه فانت بتبوظ وبتهدم كثير من مضادات الاكسده والفيتامينات، وبتفقده كثير من الفوائد بتاعته اللي هي سبحان الله العظيم كثيره جدا جدا
يعني إذن يا دكتور، أول حاجة بنوجهها للسادة المشاهدين، ما نستخدمش دلوقتي السكر الأبيض في التحلية بقدر الإمكان. الحاجة التانية هي طبعا إن نستخدم بديل للعسل الطبيعي في التحلية، ولكن على البارد وليس على المشروبات الساخنة، مظبوط كده؟ الله ينور عليك. تمام. وبعدين في بقى يعني لو الاطفال مثلا بتلاقي ان هو الطعم بيتغير، في انواع معينه من عسل النحل بتبقى ما بتبقاش مؤثره قوي في النكهه، اعتقد عسل الموالح حاجه كده. طبعا في ناس يعني خريجين كليه الزراعه والكلام ده بيبقى عندهم خبره اكبر مننا في الكلام ده، احنا بناخد الجانب الطبي. انا على فكره قلت لحضرتك فوائد بسيطه، انا اعتقد ان انا لو قعدت اتكلم حلقات وحلقات مش هيكفي فوائد عسل النحل ده، فيه احماض امينيه، ده بيزود الموصلات العصبيه، بيرفع المود، بيبقى سبب في قطع، ده مضاد حيوي طبيعي، بيقتل البكتيريا اللي موجوده في الفم اللي هي بتنتقل عن طريق الدم وتروح تعمل التهاب في المفاصل، وبيلاقوها في حتت معينه في عينات من الجسم بتعمل أمراض التهابية خطيرة ومزمنة. فموضوع كبير جدا عسل النحل، يعني ده مطهر معوي، يبقى سبب في تظبيط الجهاز الهضمي وأمراض القولون، رفع الحالة المزاجية والمود والحالة النفسية. ده أنا بقول لك كمان التناول عن طريق الفم، ده في ناس كمان بدأوا يبحثوا إن هو، وكل الناس عارفة طبعا بيتحط على اللي هي الغيارات على الجروح عشان بيبقى سبب فقتل الميكروبات وزياده التئام الانسجه اللي هي متهتكه. في بعض الانواع بقى او الطب البديل اللي بيقول لك بيتحط مثلا على الصر، يعني بص هو سبحان الله العظيم كله خير، سبحان الله. بس يستخدم بشكل مظبوط تحت اشراف علمي، تحت يعني اشراف حد متخصص عشان يقول الارشادات وهو ده يا دكتور، السليمه. هو ده اللي احنا بننادي بيه دلوقتي، ان احنا بنقول نرجع للطبيعة، لكن في نفس الوقت نسأل المختص بالشيء نفسه. طيب تمام. دكتور، عايزين كده نقول روجيتا بقى كده، ايه للسادة المشاهدين للوقاية من فيروس كورونا، ايه الحاجات اللي احنا الروتين اليومي اللي نبتدي نستخدمه فيبتدي يرفع عندنا المناعة بشكل كبير جدا في اقل وقت؟ أنا هقول بس روجيتا كده بسيطة، كلام عام بس هي أعمدة رفع المناعة. أولا أول حاجة النوم المظبوط في الوقت وفي التوقيت وفي الكمية، ننام نوم كافي مريح. رقم اتنين نبعد عن التوتر المزمن بقدر الاستطاعة، لأن التوتر ده برضه بيقسم جهاز المناعة. عايزين نلتزم بتوصيات مكافحة العدوى المتاحة على قد ما نقدر، أهم حاجة تغسيل الإيدين بالمية والصابون متكرر، نلبس الماسك، نبعد عن التزاحم، نبقى في مكان متهوي، ما نحطش، ما نلمس إيدينا على العينين ولا الأنف ولا الفم، ونغسل إيدينا كويس جدا قبل الأكل وقبل دخول الحمام، لأن برضه الفيروس ممكن يتنقل عن طريق فتحة الشرج أو كده. لو حد دخل التواليت لازم تكون إيده برضه مغسولة بالمية والصابون، ودي ناس كتير ما تعرفهاش. يعني دي، يعني بلاش هنا دي معلومة جديدة يا دكتور، إن ممكن الفيروس ينتقل عن طريق فتحة الشرج. بينتقل عن طريق الاماكن الضعيفه الفتحات، ومن منها اللي هو الغشاء الميوكس ميمبرين اللي هو الغشاء المخاطي اللي موجود في فتحه الشرج. فممكن اطفال ولا حد بيكون ايده مش نظيفه وهو مثلا في التواليت بيتشطف او بيستنجى، فممكن طبعا ينقل. وده طبعا كلام نظري الى حد كبير اكتر منه عملي، بس وارد، الطب ما فيهوش ابيض واسود، فلازم نحتاط كل الاحتياطات وطبعا التباعد. ودلوقتي كمان في اراء ان هو بيفضل ساعات في الهواء وممكن يتنقل عن طريق الهواء مش بس مترين، فكل لما نبعد كل ما يكون افضل، والمكان ما يبقاش مزدحم ويبقى فيه تهويه. نلتزم ونحرص وان شاء الله ربنا يكرمنا والامور تبقى يعني احسن واحسن ان شاء الله. يبقى مكافحه العدوى، التغذيه طبعا لازم نهتم بالتغذيه والتغذيه الطبيعيه، ونبعد عن الحاجات الكيماويه ومكسبات الطعم واللون والكلام ده كله. لازم نهتم بالاخراج المنتظم، دخول التواليت بانتظام، محدش يهمل ان في تلبك معوي او امساك او كده، لان ده من اهم الوسائل لتخليص الجسم من السموم ورفع المناعه. انا مش عايز اطول عليك. وطبعا اللعب ممارسه لعب الرياضه بالكيفيه المناسبه لكل شخص، يعني محدش يقول لي ان انا مثلا عندي مرض مزمن فهلعب رياضه ازاي، في طريقه معينه لكل شخص، حتى لكل مريض، حتى ممكن في حاجه اسمها باسيف اكسرسايز، او يعني ان حد يحرك رجل حد
المهم ممارسة الرياضة من الحاجات اللي هي بتسبب رفع الجهاز المناعي. طيب يا دكتور معلش سؤالنا الأخير، واحنا بنتكلم بصفة حضرتك يعني متخصص في التغذية العلاجية، يمكن شفنا جهود كبيرة للجهات المختصة الفترة الأخيرة في القضاء على بعض المنتجات الحقيقة الوهمية اللي بتقول انت هتقدر تخس خلال اسبوع خلال اسبوعين خلال شهر، بالإضافة إلى بعض المراكز الخاصة اللي بتبتدي إنها تتكلم على إنها ممكن تنقص الوزن أو تعمل شد لأجزاء البطن ويخس 3 سنتي أو أكتر في الجلسة الواحدة، هل الكلام ده فعلا منطقي وتنصح السادة المشاهدين بيه؟ بص يا حبيبي، انا انصح الناس بالنسبه لموضوع حته التخسيس والكلام ده، في قاعده لازم الناس كلها تعرفها، مفيش حاجه اسمها ان انا اخس وخلاص، انا بحافظ على صحتي، النتيجه هخس. يبقى في قاعده كده اسمها ايه، يعني بي هيلثي تو لوز ويت، يعني خليك صحيح، التزم بالحاجات اللي احنا قلناها الصحيه في الاكل وفي الممارسات، هتلاقي جسمك نزل باوزنك طبيعي لوحده بشكل صحيح، ما تركزش على الوزن، لا ركز على صحتك. دي حاجه. اللي انت بتقوله ان هو بينزل عدد كيلوات كتير قوي في اسبوع واسبوعين، الكلام ده ما بيكونش دهون يا استاذ عبد الرحمن، ده بيكون الجسم بيفقد ميه وملح، وهم يعني بيدخلوا في دماغ الناس انه بيفقد عدد كتير من الكيلوات علشان ناحيه يعني جذب، عامل جذب للناس. انما علميا كدهون ينزل الجسم دهون في بيبقى بالكتير 2 كيلو في الاسبوع، مش اكتر من كده، وده علميا، وده نتيجه يحصل امتى؟ لما تقلل الكربوهيدرات في الاكل، هي المفتاح ان انت تقلل الكربوهيدرات في الاكل، سكريات ونشويات، ولازم تلتزم بالحاجات المفيده الطبيعيه لبقيه جسمك، بقيه العناصر الغذاء، انت عارف ان عناصر الغذاء فيه دهون، بروتينات، بيبقى فيه كربوهيدرات صحيه زي اللي في الخضار، بيبقى فيه حاجات اسمها مايكرو نيوترينتس او حاجات غذائيه صغيره بتبقى سبب يعني مهمه جدا للجسم، الفيتامينات ومضادات الاكسده والاملاح المعدنيه والتريس مينرالز العناصر النادره، وفيتامينات دي فيه بتذوب في الدهون وبتذوب في الماء، فلازم نحافظ على التوازن الطبيعي للعناصر دي كلها، ونقلل الكربوهيدرات بالمقدار اللي يخلي الجسم ينزل بشكل صحي، ونركز على صحتنا، هنلاقي ان الوزن في الاخر بفضل الله سبحانه وتعالى بقى صحي. جميل، يعني انا يعني مش عارف قدرت اوصل الصوره ولا لا، بس طبعا يعني لو حضرتك عندك اي توضيح برضو قول، علشان يبقى في اضافه ان شاء الله للساده المشاهدين. ده احنا بنشكرك يا دكتور على الرسائل اللي دايما بتبتدي ان انت توجهها، والنصائح الكريمه اللي دايما بتبثها في كل منابرنا الاعلاميه، فبشكرك شكرا جزيلا. حبيبي دكتور شكرا ياسر لك، شكوير استشاري المناعه والتغذيه العلاجيه. ربنا يسترها معانا يا رب. اشكرك. أعزائي المشاهدين، وزي ما احنا سمعنا من دكتور ياسر إن يعني بعض الكيانات الوهمية وبعض المراكز العلاجية اللي بتبتدي تنصح أو تبتدي تبث إعلاناتها على السوشيال ميديا وتعمل إعلانات غير حقيقية، الكلام ده ضار جدا، وياريت ننتقي المكان اللي احنا نحاول نكتسب النصيحة منه، ده رقم واحد. الحاجة التانية، يا ريت دايما نلجأ للطبيعة ونبتدي ان احنا نحافظ على نفسنا وعلى صحتنا قبل ما نحافظ كمان على مظهرنا الخارجي، يعني كتير جدا بيحاول ان هو يفقد وزنه في اسرع وقت، لكن للأسف الشديد ده بيرجع في الاخر بمشاكل على صحته. فدي كانت فقرتنا الأولى النهاردة اللي ابتدينا ان احنا نقدمها لحضراتكم، هنطلع فاصل ونرجع نكمل حديثنا عن منتجات الطبيعة.